أعزائي المشاهدين، طاب مساؤكم وأهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة وحلقة من برنامجكم أعلام موصليون. الشيخ ذنون يونس البدراني اسمه ونسبه، ذنون يونس محمد أحمد البدراني، وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين عليه السلام. لقبه العلمي بدر الدين الذي لقبه به شيخه الشيخ رشيد أفندي الخطيب. كان يتمتع بذكاء خارق، لذلك نجد أن الأمور التي يقرأها يستحضرها في أي وقت من الأوقات. كان تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحصره أحد أو يقف عند جانب منه فقط، وإنما هو بحر لا ساحل له. العالم العلم الرفيع مكانة، قاصي البلاد يجله والداني، ذي النون موصلنا الذي بركاته أزكى ثماراً من جني البستان، رب المنابر خطبة ومواعظاً والفقه والتفسير والتبيان.